بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن برنامج اللي هو برنامج شازم. برنامج شازم ده او احنا كتير قوي بنبحث، بيبقى عندنا مقطع فيديو مش عارفين الاغنيه بتاعته، بيبقى مثلا عندنا مقطع قران ومش عارفين اسم الشيخ حتى ايه، بيبقى عندنا مثلا اي مقطع فيديو، يعني اي مقطع فيديو مقطع صوت سمعته مش عارف ده ايه، حتى لو سمعوا مثلا واحد مشغل التسجيل بصوت عالي مثلا وانت ماشي في الشارع. هو برنامج شازم بقى بيعمل ايه؟ ان هو بيجيب لك المقطع ده، عنده مكتبه كبيره من الملفات الصوتيه بيجيب لك اللي هو المقطع ده. طيب اول حاجه زي ما انتوا شايفين كده، جبت برنامج شازم اهو، تمام كده، انا كده طلعت برنامج شازم زي ما انتوا شايفين كده من على الموبايل، وجيت رحت على ادور الملف صوتي. مثلا نجيب اي ملف صوتي زي الملف وليكن ده مثلا، واعمل كده. تمام، بلاش دي خالص، اقول له كده تمام اقفل دي، وليكن نجيب مقطع فيديو تاني. مثلا فيديو هنا، دي مثلا ده مقطع واحد حد قايل، هل هو يعرف يجيبه؟ جابه نفس الاسم ده، نفس الاغنية، مع ان شخص هو اللي مغنيها مش هو نفس الشخص يعني. طيب نحاول مثلا نجرب فيلم كده، كرتون توم وجيري مثلا. كات اند ماوس، شايف حاجة عملت ازاي؟ نجيب مثلا ايه، حتى اشوف مقطع عامله ازاي، اللي هي حاجه ممكن صعب ان هو يشوفها قوي. نجيب مثلا فيديو الشيخ الشعراوي مثلا، انا بقول الله ودود يعني محب لكم عطوف، ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين مش عارف، بس الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. الصوت جاب وسلطاني لا ينفد أبدا. طب جاب الاسم، ممكن نبحث عن الاسم ده وممكن نحمله كمان لو حابين. طيب نجيب مثلا الأغنية دي، نشوف ايه مثلا، من ماهر شفتوا انتوا القصة عاملة ازاي؟ جابها ايه؟ اسمع انا هقولكوا حاجات زي ايه. طيب
نشوف مثلا مقطع قرآن. ممكن وانا ماشي في الشارع مثلا ايه بشغل البرنامج ده، بعرف قصة يعني، اعرف الحاجة دي ايه او كده. مثلا نجيب مثلا اسلاميات، هات فين ايه اناشيد اسلامية عشان تلات ارباع احنا مش عارفينها مثلا. دي لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشياء. مجرد انه بيسمع الاغنية هو بيتسرب اناشيد مثلا، انا ما اعرفش الاناشيد دي، وليكن اناشيد اطفال تلات ارباعنا مبيبقاش عارف الاناشيد ده اسمه ايه ولا مثلا دي. أجيالنا الرشيدة هدي النبي قدوة فأصلح العقيدة واستلهم النبوة. أجيالنا الرشيدة هدي النبي قدوة فأصلح العقيدة واستلهم النبوة. أجيالنا الرشيدة هدي النبي قدوة فأصلح العقيدة واستلهم. في حاجة متبقاش عنده في المكتب الصوتي بتاعه، المكاتب الصوتية بتاعته، فممكن ما يلاقيهاش. بس هو يعني المكتب الصوتي نفسه، المكتبة الصوتية بتاعته اللي هي الموجودة في البرنامج ده كبيرة، ففيها حاجات كتيرة. فنقدر ان احنا بالطريقة دي ايه نقدر نجيب اي حاجة تقريبية، من السهل ان احنا نقدر نجيب اي حاجة. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في اي حاجة ممكن تتواصلوا معايا مع التعليقات، هرد عليكم ان شاء الله. مع السلامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.